يشارك 1750 موهوبا وموهوبة في مبادرة الشراكة مع المدارس التي تتبناها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة للعام الرابع على التوالي بنسبة زيادة بلغت 75%. وأعلنت موهبة ارتفاع عدد المدارس المشاركة في المبادرة من 43 مدرسة في العام الماضي إلى 52 مدرسة في العام الدراسي الجديد. وأوضح نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور محمود النقادي أن المبادرة حققت إنجازات مهمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد تهيئة بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطلاب الموهوبين وتقديم منح دراسية لهم للالتحاق بمدارس متميزة. والله توقعاتنا إن شاء الله كبيرة، وهناك يعني تلقي إيجابي كبير في المجتمع له، وحرص من أولياء الأمور على الدخول في هذه المبادرة والاستمرار فيها أيضا. حتى المدارس هناك يعني رغبة كبيرة عند المدارس في الانضمام إلى موهبة في هذه التجربة. نستطيع أننا في هذا البرنامج نقدم للطالب خدمات تعليمية نوعية، يعني ليس فقط مادة علمية يقوم يعني بحفظها أو دراستها أو تعلمها، ولكن أيضا هناك مهارات أخرى يتعلمها الطالب، مثل التفكير الناقد، مثل كيف يحل المشكلات، كيف يتعامل معها. فهناك كثير من المهارات التي يتعلمها الطالب من خلال هذه المبادرة.